ثالث عنصر من عناصر التكاليف هو التكاليف الصناعية غير مباشرة، ليها مصطلح تاني التكاليف الصناعية الإضافية. في خصائص معينة بتتصف بها التكاليف الصناعية غير مباشرة عن غيرها من عناصر التكاليف اللي هي المواد المباشرة والأجور المباشرة. الخصائص دي عبارة عن ايه؟ أول حاجة عمومية عناصر التكاليف الصناعية غير مباشرة. ليه؟ لأن مفيش علاقة مباشرة بينها وبين وحدة المنتج النهائي، على أساس إن هي بتتكون من العديد من عناصر التكاليف. تاني حاجة، تنوع وتعدد بنودها وبالتالي يصعب رقابتها. تالت حاجة، ارتباط معظم عناصرها بعنصر الزمن أكتر من ارتباطها بوحدة المنتج، وبالتالي هنلاقي فيه صعوبة إن احنا نحدد قيمتها قبل نهاية الفترة الزمنية. على سبيل المثال، مدير المصنع بياخد الراتب بتاعه آخر الشهر، وبالتالي لو أنا عاوز أحدد نصيب وحدة المنتج من راتبه قبل أول شهر مش هينفع، أو بعد شهر يعني آخر مش هينفع، بضطر إن أنا ألجأ لمجموعة من الخطوات عشان أحدد نصيب وحدة المنتج للعناصر التكاليف الصناعية غير مباشرة. الخطوات دي بتبقى عندنا حاجة اسمها النظام التقليدي لتحديد نصيب المنتج من التكاليف الصناعية غير مباشرة. بأول خطوة بقسم منشأة مراكز تكلفة. مراكز تكلفة دي نوعين، مراكز إنتاج ومراكز خدمات إنتاجية. مراكز الإنتاج هي اللي بتخدم فعلا، اللي بتمر فيها الإنتاج فعلا، أما مراكز خدمات إنتاجية دي اللي بتخدم مراكز الإنتاج وتساعدها. تاني خطوة، بعمل حصر لعناصر التكاليف الصناعية غير مباشرة واجمعها بالنسبة للمصنع ككل، وابتدي ان انا احدد نصيب كل مركز من مراكز التكلفة من كل بند من بنود التكاليف الصناعية غير مباشرة، اما عن طريق التخصيص او عن طريق التوزيع. التخصيص يعني ايه؟ توزيع يعني ايه؟ ان انا عندي مثلا على سبيل المثال مواد غير مباشرة، لما انا اقدر اعرف مركز الخدمة او مركز الانتاج اللي هو بيستفاد من المواد دي اخصصها ليه، ما اقدرش اعرف ابتدي اوزع. على سبيل المثال عندي الايجار، الايجار دوت انا ايجار المصنع اقدر ان انا اوزعه على المراكز التكلفة كلها بحسب نسب المساحة. تكاليف التخزين كبند من بنود تكاليف صناعية غير مباشرة، ممكن ان انا اوزعها على اساس عدد مرات الصرف او عدد اذون الصرف وهكذا. يبقى انا بستخدم يا اما التخصيص او التوزيع، ولو ما بوزع بستخدم اساس توزيع مناسب لايه؟ لمركز التكلفة. بعد ما اوزع هيبقى كل مركز من مراكز التكلفة اتحدد نصيبه من البنود تكاليف صناعية غير مباشرة، اجمعها له يبقى ده نصيبه منها من البنود اللي هو سواء اتخصصت او اتوزعت. ابدا امسك بقى مراكز تكاليف مراكز الخدمات، احاول ان انا اتخلص منها ان انا اوزعها على المراكز المستفيده. في عده طرق، هنشوف دلوقتي ايه هي الطرق اللي احنا هنستخدمها، واحنا تماريننا هتبدا من الخطوه دي. اخر خطوه ان انا ابدا احدد نصيب كل منتج من تكاليف صناعية غير مباشره باستخدام اساس تحميل مناسب، والجا واوصل الى حاجه اسمها معدل التحميل، ودي ليه التمرين الخاص بيه برضو هنشوفه ان شاء الله. زي ما اتفقنا ان الخطوة الثالثة عشان نوزع تكاليف مراكز خدمات في عدة طرق، منها طرق التوزيع المباشر. طرق التوزيع المباشر قد تكون توزيع اجمالي، امسك زي ما اشوف دلوقتي تكاليف مراكز الخدمات كلها جمعها على بعض واساس واحد اوزع على مراكز الانتاج بس. او طريقة التوزيع الانفرادي برضو هنشوف في تمرين، ان انا بوزع تكاليف كل مركز خدمة على حدة باساس اللي هو يناسب لي، بس بوسع برضو على تكاليف على مراكز الانتاج بس. اما التوزيع التنازلي، بوزع تكاليف كل مركز خدمة على المراكز المستفيدة اللي هي مراكز انتاج ومراكز خدمات اخرى غير المركز اللي انا بوزع تكلفته. اوزع تكلفته ازاي؟ على حسب الاهمية، او حدده اولوية التوزيع ازاي بالنسبة لكل مركز من مراكز خدمات حسب الاهمية النسبية لاستفادة كل مركز من المراكز من خدمات المركز اللي انا بوزع له. ونشوف هنشوف ان شاء الله في التمرين ازاي ان احنا
نوزع تكلفة كل مركز، وقبل ما أوزع أحدد الأولويات أو الترتيب بتاعي. اتفقنا في الخطوة الثالثة إن أنا بمسك تكاليف مراكز الخدمات أوزعها باستخدام عدة طرق، واتفقنا إن في عندي أول طريقة في طرق التوزيع المباشر هي التوزيع الإجمالي. هشوف تمرين صفحة 223، أنا بحاول أعدل التمرين بحيث يكون ليه بداية وليه مطلوب على أساس يكون ملائم لتمارين الامتحانات. بيقول لي البيانات التالية مستخلصة من سجلات شركة السعادة عن إحدى الفترات التكاليف. جاب لي مراكز انتاج، مركز انتاج اسمه 501 ومركز التاني اسمه 502. مراكز خدمات الانتاجيه جاب لي اساميها برضو 601 602 و603. ده ارقام مراكز الخدمات وليست قيم هنستخدمها. قبل كل مركز من المراكز نصيبه من التكاليف الصناعيه غير المباشره اللي اتفقنا ان احنا في الخطوه الثانيه بنعمل تخصيص او توزيع، وبالتالي البنود كلها لكل مركز تكلفه اجمعها له في الاخر. فهنا دي ده المجموع، ده نصيب مركز الانتاج الاولاني ومركز الانتاج الثاني ومراكز الخدمات الانتاجيه. جاب لي عدد العاملين وده هيبقى عندي اساس التوزيع بالنسبه لي. طبقا لطريقة التوزيع الإجمالي أنا بعمل إيه؟ بمسك تكاليف مراكز الخدمات الإنتاجية كلها، أجمع عندي 27,000 زائد 15,000 زائد 12,000، هيديني المجموع 54,000. اروح موزعهم على مراكز الانتاج بنسبه عدد العاملين. هو قال لي وزع باستخدام نسبه، او ما جابليش الا اساس واحد بس هو عدد العاملين، فبالتالي هوزع بيه. عدد العاملين في مركز الانتاج الاولاني 6 وفي المركز الثاني 9، يبقى عندي هنا لو انا جمعتهم مجموع الاجزاء 6 زائد 9 15. ابدا بقى، قلنا مجموع تكاليف مراكز الخدمات الانتاجيه كلها على بعضها 54,000. جات منين؟ 27,000 زائد 15,000 زائد 12,000. هقول 54,000 في 6 على مجموع الأجزاء 15 يديني نصيب مركز الإنتاج الأولاني. 54,000 في 9 على 15 هيديني مركز الإنتاج التاني. وبالتالي الحل عندي ادي مراكز الانتاج وادي مراكز الخدمات الانتاجيه، حطينا النصيب كل مركز جاي زي ما جاي في التمرين، وحطيت اخر عمود اساس اللي انا وزعت بيه، وابتديت ان انا احدد نصيب كل مركز من مراكز الانتاج من تكاليف مراكز الخدمات الانتاجيه كلها على بعضها. طلع المركز الاولاني 21,600، المركز الثاني 32,400. ابدا اجمع، هقول مركز الانتاج الاولاني نصيبه اللي جاي في التمرين 20,000 من التكاليف الصناعيه غير المباشره بتاعته، زائد نصيبه من تكاليف مراكز الخدمات الانتاجيه 21,600. اذا مجموع تكاليف صناعيه غير مباشره مركز الانتاج الاولاني 41,600، ومجموع تكاليف مركز الانتاج الثاني برضو نفس الشيء 64,400. اما مراكز الخدمات الانتاجيه انا اتخلصت من تكاليفها كلها مره واحده، وبالتالي نزل لي في اخر صف اللي هو صف الاجمالي الصفر لاني وزعتها. دي طريقه توزيع الاجمالي زي ما احنا شفنا، اساس توزيع واحد اللي هو عدد العمال، تاني حاجه ان انا وزعت على مراكز الانتاج بس. هبدأ أعمل المصفوفة بتاعتي. أحط مراكز الإنتاج وأحط مراكز خدمات إنتاجية، آخر عمود أساس التوزيع. بنقل تكاليف صناعية غير مباشرة نصيب كل مركز من مراكز الإنتاج وخدمات إنتاجية من التمرين، وأبدأ أمسك مركز خدمة مركز خدمة كله على حدة. مش مشكلة ان انا ابدأ بمين الاول في مراكز خدمات، مش مشكلة ان انا ابدأ بالمباني او الاشراف او المخازن. الترتيب هنا او اولويات بدء توزيع تكاليف مركز الخدمة مش مطلوب. حاجة عندي هنا تكاليف، اول حاجة اللي هو مركز خدمة المباني همسكه هو ابدأ اوزعه. عندي التكلفة بتاعته 27,000. 27,000 هوزعها بحسب المساحة. المساحة عندي لو انا رجعت للتمرين هلاقي مساحة مركز الانتاج الاولاني 400، مساحة مركز الانتاج الثاني 600. طيب
بعد كده هعمل ايه؟ هاجي عندي هنا 27,000، هقول المساحة 6، هحاول ان انا اختصرها 4 إلى 6 يعني 10، مجموع الاجزاء 27,000 اضربها في 4 على 10 اديني نصيب مركز الانتاج الاولاني 10,800. امسك ال 27,000 اضربها في 6 على 10 اديني نصيب مركز الانتاج الثاني 16,200. يبقى كده وزعت تكاليف مركز البني وخلصت منه، هينزل صفر تحت. بعد كده همسك تكاليف مركز الإشراف، تكلفته 15,000، هوزعه ايه الاساس المناسب ليه؟ لو انا بصيت في التمرين هلاقي عدد العاملين، عدد العاملين 6 في مركز الانتاج الاولاني و9 في مركز الانتاج الثاني، يعني هوزعهم بنسبة 6 إلى 9، يبقى 15,000 في 6 على 15 يديني نصيب مركز الانتاج الاولاني 6,000، 15,000 في 9 على 15 يديني نصيب مركز الانتاج الثاني 9,000. يبقى كده خلصت من مركز الإشراف، القيمة تنزل صفر في الآخر. هاجي عندي المركز الأخير المخازن 12,000، أوزعها بنسبة عدد مرات الصرف، هلاقي عدد مرات الصرف مركز الإنتاج الأولاني 3 وفي مركز الإنتاج الثاني 6، يبقى أوزعها بنسبة 3 إلى 6، ومجموع الأجزاء يبقى عندي 9، يبقى 12,000 في 3 على 9 يديني 4,000 نصيب مركز ألف، 12,000 في 6 على 9 يديني نصيب مركز ب. يبقى كده اتخلصت من كل تكاليف مراكز الخدمات، اتجمعت في مراكز الانتاج، اصبح مركز الانتاج الف في نصيبه اللي جاي في التمرين من تكاليف صناعي غير مباشر 20,000، زائد نصيبه من تكاليف مركز المباني 10,800، زائد نصيبه من تكاليف مركز الاشراف 6,000، زائد نصيبه من مركز المخازن 4,000. لو انا جمعت الاربع مبالغ على بعض يديني 40,800، ده نصيب مركز الانتاج الاولاني من التكاليف الصناعيه غير مباشر. شرحه برضو مركز الانتاج الثاني هيطلع نصيبه 65,200. يبقى كده انا جمعت التكاليف الصناعيه غير المباشره كلها في مراكز الانتاج، وبالتالي الخطوه اللي بعد كده باخد تكاليف مراكز الانتاج واستخدم اساس تحميل مناسب، ومنها اوصل لنصيب وحده المنتج من التكاليف الصناعيه غير المباشره، وده اللي هنشوفه في اخر جزء بعد ما نخلص اخر طريقه لتوزيع تكاليف مراكز الخدمات. دلوقتي احنا هنحافظ على الترتيب بتاعنا اللي احنا بدأنا بيه، هبدأ في ترتيب المراكز بحيث المركز اللي هبدأ بيه هو ياخد اقصى الشمال، ثم الذي يليه فالذي يليه. فانا رتبت اهو الاعمدة، عدت ترتيبها، المباني هتبقى الاول اقصى الشمال، ثم يليها الاشراف، ثم يليها الصيانة. حطيت تكاليف المباني والإشراف والصيانة، وأنا قبل كده حاطة السباكة والخراطة، وهبدأ بتكلفة مركز المباني. تكلفة مركز المباني هوزعها ب 61,000،
اخد في اعتباري ان انا هوزعها على حسب المساحه. لما احط نسب المساحه، النسب اللي بيشغلها كل مركز تكلفه. يعني انا لو اختصرت هلاقي ان مركز الانتاج الاولاني نسبته 30، مركز الانتاج الثاني 20، مركز الصيانه نسبته 3، مركز الاشراف نسبته 8. مهم جدا ان انا اعيد ترتيب المراكز، خاصة الخدمات، لأنها أصبحت مترتبة غير التمرين. همسك 61,000 أوزعها على المراكز بنسبة كل واحدة. أنا عندي 30 زائد 20 زائد 3 زائد 8، يبقى 61. مجموع الأجزاء 61، يبقى 61,000 في 30 على 61 يديني نصيب السباكة، 61,000 20 على 61 يديني نصيب الخراطة، وهكذا. طيب، يبقى كده انا خلصت من المباني. هاجي عند الاشراف، هوزع تكلفته. اتفقنا هنوزعه على حسب عدد العاملين. الاشراف فاضل عندي كم مركز؟ فاضل 3. هو ما بيتوزعش ليه حاجه خالص، لا هو بيوزع على التانيين، الثلاثه التانيين. هو كان في عنده 41 زائد جاله من المباني 8000، اصبح تكلفته 49. 49 هوزعها بنسبة عدد العاملين 4 إلى 2 إلى 1، يعني نصيب السباكة 28,000، الخراطة 14,000، الصيانة 7,000. طيب كده خلصت من الإشراف. الصيانة آخر حاجة عنده 18 نصيبه اللي جاي في التمرين، زائد 3 نصيبه من المباني، زائد 7 نصيبه من الإشراف، لو أنا جمعتهم 28,000. هوزعها بنسبة ساعات التشغيل في مركزي الإنتاج، المركزين اللي هم فاضلين ليه، يبقى هوزع بنسبة 3 إلى 2، يطلع نصيب السباكة 16,800، نصيب الخراطة 11,200. أجمع تكاليف مركز السباكة كله هيديني 212,800، أجمع تكاليف مركز الخراطة كله هيديني 167,200. يبقى كده أنا وزعت تنازلي، وزي ما أنتوا شايفين كأن في سلم نازل في تكاليف مراكز الخدمات. دلوقتي خلصنا من توزيع تكاليف مراكز الخدمات، ونثبت التكاليف كلها في مراكز الانتاج. آخر خطوة من تحديد نصيب وحدة المنتج من تكاليف صناعية غير مباشرة، اللي هي التحميل. تحميل وحدة المنتج بنصيبه من تكاليف غير مباشرة. فأنا عندي في بحمل على أساس مجموعة من الأسس، الأسس الشائعة اللي هي بحمل على أساس ساعات تشغيل الآلات أو على أساس ساعات العمل الآلي. فأنا عندي في هنا تمرين بيقول لي البيانات المستخرجة من سجلات شركة الهنا الصناعية إحدى الفترات التكلفية بتنتج منتجين ألف وب. هو طبعا جاب لي هنا التكاليف صناعية غير مباشرة اللي احنا بقى عملنا الخطوات بتاعتها كلها اللي فاتت. قال لي ساعات تشغيل الآلات 1400 ساعة، احتياجات وحدة المنتج من ساعات تشغيل الآلات، قال لي منتج ألف عاوز 5 ساعات، ومنتج بيع عاوز ساعة وربع. عدد الوحدات المنتجة على التوالي ألف وب، 1000 وحدة و1200 وحدة. المطلوب تحديد نصيب الوحدة الواحدة من التكاليف الصناعية غير المباشرة طبعا في التمرين انا المطلوب ان انا احدد كل منتج نصيبه قد ايه من تكاليف غير المباشره، ووحده المنتج نصيبها قد ايه. ففي مجموعه من الخطوات هنبدا بيها. انا عندي هم 4 خطوات عشان اوصل لنصيب الوحده الواحده من التكاليف الصناعيه غير المباشره. اول حاجه بستخرج حاجه اسمها معدل التحميل. معدل التحميل ده عباره عن ايه؟ التكاليف الصناعيه غير المباشره اللي جايه لي في التمرين اللي هم 42,000، هقسمها على ساعات تشغيل الآلات اللي جاية برضو في التمرين اللي هم 1400 ساعة، هيديني الساعة الواحدة معدل تحملها 30 جنيه، يعني كل ساعة بتبقى نصيبها من التكاليف الصناعية غير مباشرة 30 جنيه. بعد كده بعمل الإنتاج، هحوله من وحدات إلى ساعات، لأن أنا مطلع معدل التحميل على أساس الساعة. فعندي هنا بيقول لي ان المنتج ألف عدد وحداته 1000، والمنتج ب عدد وحداته 1200. انا عاوز احوله لساعات، فبقول المنتج ألف عدد الوحدات في احتياج الوحده الواحده، الوحده الواحده محتاجه 5 ساعات، يبقى منتج ألف كله عاوز 5000 ساعه. منتج ب عدد الوحدات بتاعته 1200، الوحده الواحده عاوزه ساعه وربع، يبقى المنتج كله عاوز 1500 ساعه. طب نصيب الانتاج ككل في منتج ألف ومنتج ب من التكاليف الصناعية غير مباشرة قد إيه؟ أنا عندي حط في الخطوة الأولى مطلعة الساعة الواحدة بتبقى بتحمل ب30 جنيه من التكاليف الصناعية غير مباشرة. طب ما أنا عندي المنتج ألف طلعته إن هو
5000 ساعة، يبقى نصيبه كله قد ايه من تكاليف السنة غير مباشرة؟ ال 5000 ساعة اضربها في معدل التحميل اللي انا طلعته في خطوة واحد، اديني 150 ألف جنيه. المنتج بيع نصيبه قد ايه من تكاليف السنة غير مباشرة؟ هو محتاج 1500 ساعة، الساعة الواحدة ب 30 جنيه، يبقى هضربهم في بعض يديني 45 ألف جنيه. يبقى منتج ألف نصيبه من تكاليف السنة غير مباشرة 150 ألف، منتج ب نصيبه 45 ألف. طب الوحدة الواحدة نصيبها قد ايه بقى من تكاليف السنة غير مباشرة؟ هقسم نصيب الانتاج ككل في منتج ألف ألف على عدد الوحدات، يبقى 150 ألف على ألف يديني 150 جنيه. يبقى الوحدة الواحدة نصيبها من تكاليف السنة غير مباشرة 150 جنيه. شرحه المنتج ب الانتاج ككل في منتج ب نصيبه 45 ألف الساعة، طب هقسمه على عدد الوحدات يديني الوحدة الواحدة نصيبها من تكاليف السنة غير مباشرة 37.5. وكده يكون خلص منهج أصول التكاليف. أنتوا إن شاء الله بإذن الله مطالبين بالتمارين اللي أنا بشرحها، مطالبين بيها، وإن شاء الله بإذن الله المنهج زي ما أنتوا شفتوا منهج سلس وكويس، وبدعي لكم بالتوفيق وربنا يوفقكم إن شاء الله. شكرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.